طيب ما قررت شو ملعقك؟ مش عارفة، بدك تجيب أكل كوري؟ أوكي، شايكي وين في أقرب مطعم؟ تمام. طيب لقيت مطعم بعيد عنا 3 دقايق. بس ثلاثة؟ بس ثلاث. بدك نجربه؟ يلا يلا بسم الله. هون انا بلشت اعمل بشيء اسمه توبوكي. التوبوكي هو عبارة عن رايس كيك، وكمان انتو بتختاروا الفليفر اللي بدكم اياها. في عدد من الفليفرات، ولكن احنا اخترنا الفليفر التراديشنال. حطينا الصوص عليه، وبعدين ندير عليه شوية مي عشان ينطبخ. الفليفر تاعه كان اللي هو التراديشنال، وكمان كان شوي سبايسي، ولكن كان كتير زاكي. اوكي يا جماعة، هلا جبنا كل شيء وحندوق. انا جبت كريبس مشويين مع جبنة وعليهم شوي نكهة سبايسي، وهيك مشكلهم. وانا جبت التوبكي مع الصوص تاعكم التراديشنال، برضه راح اجرب اكله. عشان نحلي جبنا سوفت تشيز كيك التراديشنال عند الكوريين. يلا نجرب. جدار التحلال مجرب. بس هيك بنكون احنا جربنا اكلات كورية، وكيف رأيك؟ ممتاز والله، كتير زاكي، بنصحكم تجربوا. خصوصا الكيكة كانت ازكى واحدة، كانت كتير زاكي الكيكة. بنحبكم كتير. باي باي. اعملي هيك، هاي القلب.